بزاف ديال الحوايج زوينه. اول مفاجاه هي غزال اللي غادي نشوفوها لاول مره. ثاني حاجه بزاف الحضور ديال مجموعه ديال الفنانين الممثلين المغنيين اللي غيفرحوا معنا في هذا النهار السعيد. معجبين غادي يكونوا طبعا والناس ديالنا العائله ديالنا الناس اللي تحبونا ودائما مساندينا ومتابعينا على الراس والعين لا شلا. وان شاء الله يدوز كل شيء مبارك ومسعود وكل شيء على خير وبخير يا ربي. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.